هذا عفان بن مسلم الصفار لم يجبهم بالقول بخلق القرآن، فجاءوا حاشية الملك فقالوا له إما أن تجب وإلا قطعنا عليك ما يأتيك من رزق من بيت مال المسلمين. فقال عفان بن مسلم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فذهبوا، فجاء في آخر النهار رجل وكان قد يعطى وكان يعطى 1000 دينار، فجاءه في آخر النهار رجل قال ثبتك الله كما ثبت دينه، وهذه 1000 تجري عليك كل شهر. نعم أيها المسلمون، ليس الأمر كما تظنون، إنها مواقف ثابتة، إنه دين الله عز وجل صارعه من صارعه فهلك. أين خصومه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ أين ابن مخلوف ذاك الذي خاصم هلك؟ أين ابن العلقمي خاصم دين الله الوزير هلك؟ أين ابن أبي دؤاد ذاك المعتزلي الذي أقام الدنيا على علماء السنة هلك؟ وبقي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شامخة، بقي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعة، كما قال الله عز وجل إن شانئك هو الأبتر وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري.